مرحبا بكم، اهلا وسهلا. انتم تنظروا بإيمان في وضع الحياة اليومية. هكذا خاطبنا سائق لاند روفر الذي صاحبنا في رحلة ذهابه عند وصولنا الى محبس. ومن ما يصدم المشاهد لاول وهلة، تلك الشعارات البارزة على جدران المنازل والمؤيدة في عباراتها للجبهة الشعبية بوليساريو. كما نشاهد بدون انقطاع سيارات الاند روفر في ذهاب واياب، تاركة وراءها سحابا كثيفا من الغبار. شيوخ بملابس هندسية يرحبون بالزائر ويتتبعون تحركاته بكل اهتمام. انك تتوسم فيهم الحزم والعزم والايمان الراسخ بعدالة قضيتهم. كما وجودهم في هذه المنطقة الا دليل قاطع يؤكد اختيارهم للقضية العاجلة المتمثلة في الدفاع عن السيادة الوطنية مهما كان الثمن. يرفرف العلم الصحراوي عاليا في هذه القلعة. والشيء المثير للانتباه هو انك لا تشاهد انسانا سواء كان شابا او شيخا بدون سلاح. انهم قدموا من المناطق التي احتلها الغزاة والتحقوا بصفوف الجبهة لانهم اختاروا طريق الكفاح، لان الحرية لا تعطى بل تؤخذ بحد السلاح. هكذا يتسابقون لعبتك عند الدخول في الحديث معهم. وفي اليوم الثاني من وصولنا ساعدنا الحظ في الشاحنات المغربية التي وقعت في قبضة ثوار خلال احدى العمليات في الطريق الرابط زاك بالعيون، فأوتي بحب وأسير من كان على متنها. وكانت هذه الفرصة مواتية للدخول في حديث صريح مع مجموعة من رجال البوليساريو. من عند العمليات اللي غزول جينا جايين غزاوانين، احنا معتدين جينا ها ارضنا، وحنا يعرفوهما عنا ما نلاهينا ما نلاهين تناسلوا عنا قدمي طالة ورات من هاي الارض شبر واحد ما تناسلوا عنا، وهما ما محاسبين هاي الدولة اللي هي محاسبينها قاع دولة الملك ولا الخيطير والزادة، ما محاسبين هاي الدولة انها دولة. هاي الجبهة الشعبية لتحرير الساق يتحرير الذهب ومسير الشرعي لهذا الشعب العظيم، شبابه بكبيره بصغيره موسطيه بمرته. لك سمعت واحنا كيف الناس اوريك من عاد بل هذو الثوار اللي كافحوا في هذا المغرب والموريتان، واحنا ما ندوروا حد يعطينا الحريه بذيك الحال، ندوروا نحكموها مدافع بالبندوقيه نحكموها بها. سمعت سواء احد من احد وكوريها من كوري مفهوم، او بذيك من السر ذيك هي يحسبونا. احنا اليوم ما قادرنا ما انتم وتالبين هذا الشيرين الى ما يبقى منا، ولو ما يبقى منا الشير والعزوز انتم ونكاف على ارضنا. واحد جايين من العمليه جايين من ترجع جايين من ونرجع ان شاء الله، وحنا هاي ان شاء الله فينا بشيبنا نخبطوا وبعزايزنا رجالتنا وعلياتنا وشاشتنا العدو يقدروا يحملوا السلاح، وراهم طالعين الاجمال وراهم يكاف على ارضهم. وبلاش مين حد اللي بقى ما يسمع ما قادين. احنا ما البر ما هي عندنا والغنم ما هي عندنا والحمير ما هم عندنا ولا عندنا ما هو شيء شيء المطيرة، والله الارض اللي باقي حد له يقلع منا احنا ما نعاطينها ما نعطوه ابدا، ما نتناسلوا عن شبر. هاي الثروات اللي عندنا احنا اعطاها لنا مولانا وبلاش مين حد ما نعطوها. سمعتوا احنا ها وضريك جينا الا نزوروا عائلتنا ومرجعين جايسين ان شاء الله العمليات في المغرب
في موريتانيا ومتفرقين على هذا على هذه الدول السنتين. رانا ناجحين ان شاء الله وما احمدنا مولانا وشكرناه ما عندنا كون نحمدوا مولانا ونشكروه ما لنا ظالمين حد ما نعتدى على مسلم مولانا يقول لا اله الا الله جاي ما نشوف بالمكان ولا نعذبوه ولا نبطوه ولا نقتلوه انسان جانا فرضنا يعرف عنه لا نقتلوه ونعذبوه ونهينوه ونقطعوا لحمه وباطنه وكلوه. ايوه هذا هو اللي بعد السلام عليكم. هذا رانا مجدينه شيبنا لي وطني انحروا بالكفاح وبالموت بقطيع الرقا وقليل العيني كيف يواسلنا المغرب وكيف يواسلنا موريتانيا حاضرانا لنتفاو أناخرين والبندوقية اكبرنا بها اكبرنا بالكفاح ومد المدافع شوف بالكفاح في اللي يسبق ذا اكبرت به عن ترابي الى ان اخرين ننتهى سلام اتم نصر ان شاء الله اتم نصر ان شاء الله هو اللي ندور اتم نصر النصر ان شاء الله هذا هو مهرمون هذا النظر اللي هي ما خالق حد له طاي يقول العترة موتات فيها ما وحنا ما فينا ما هو يحسب إلى 20 إلى 25 إلى 30 مية الاف إلى ضل على الكفاح لا خالق حد ما فيه ونخلانا على خلانا مازنا لكن كنا نعدلوا لين كنا نعدلوا إلينا ثلاثة آخرين وعمر هذه الدول عاونتنا وكفر خيرها اللي جورتنا مظلومين متبارك مع ظلمة تقلعها عنا الله يعمرها ولا ننساها فيها ورانا مشاركينها مية في المية ورانا ما نزوز حتى احنا أمالي نداوي عليها وحان لها وأمارنا لها أمالي نساعد لكم هو وعرفنا على المسلمين راح المسلمين وين ما عاد إلا لك اللي يعينوا المسلمين الله يعينه ويعينها ان شاء الله. يلا لا لا هو هذا مكه لا اله الا الله رسول الله احنا يقال لنا اهل الصحراء واهل الصحراء حزنه قلعوها من معرف واولاد السنان واولاد سالم ومن القبائل على قده والعربان رعات تاكي فيها ما قد زنا تواريخ في تواريخ يعطوها واي الا واي وهي شجارتنا وهي ارضنا وهي مسكننا وراء جدودنا متكين فيها ونفنا وعن اخيرنا ما زناها الرايك وين ظلمونا اخوتنا المسلمين كنا قايلين عنهم مسلمين وين ظلمونا الظلم والجور انا بالله وبالشريعه وبالقوانين واللي راينا من اللي عانى عرفنا انه مسلم مولانا الجزائر خصيه يعمرهم ويعينهم ونفنا وفرضنا ونفنا ومعاهم على كل ما هي صفه جاونا عليها وبارك الله في الساق. بارك الله فيك.